اهلا وسهلا على كل حبايبي، ورمضان كريم. يا رب يكون الجميع دايما بألف صحة وخير. وقبل ما ابدأ المقطع ده، ما تنسوناش بقى في لايكات وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد على قناة عالم النوعات. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل للفنان او المطرب الشعبي احمد شيبة. طبعا فيفي عبده كانت مستضيفاه في فيلتها في برنامج خلي بالك من فيفي. تعالوا نعرف بقى التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. أصيب المطرب الشعبي أحمد شيبة في قدميه بعدما تعرض لحالة من الرعب وخوف شديد في برنامج المقالب خلي بالك من فيفي المذاعة عبر فضائية MBC مصر. وقال شيبة خلال مشاركته في برنامج المقالب التي تقدمه الراقصة فيفي عبده خلال شهر رمضان قائلا: أنا تعورت في رجلي وأنا ما بخافش من الفيران. وتقوم فكرة برنامج خلي بالك من فيفي على دعوة الفنانة فيفي عبده للمطربين والفنانين في منزلها، وتقوم بإعداد مقالب ساخنة جدا لهم من خلال الخادمة التي تمثل إنها ملبوسة، وتقوم باستفزاز وأحداث رعب وخوف للضيف. ويتم تسجيل وتصوير أحداث البرنامج بكاميرات خفية دون علم الضيف بذلك. طبعا يا حبيبي أحمد شيبة فعلا اتعور في رجله، وقال طبعا إن هو ما بيخافش من الفيران، لأن طبعا كانت الخادمة بتخوفه يعني بالفيران وكده. وطبعا اتعصب جدا وتنرفز. بصراحة كانت حلقة جميلة جدا، وكانت حلقة جامدة يعني. طبعا اتعصب وتنرفز على الخادمة بتاعت فيفي عبده، وكان هيضربها وقال لها طبعا هضربك لو استمرتي في اللي انت بتعمليه ده، واستفزته يعني جامد. وفعلا كان هيضربها، ومتهيألي فعلا ان هو ضربها يعني. وفي الاخر طبعا فيفي عبده اغمى عليها ووقعت على الارض. بس طبعا ان احمد شيبة الفنان احمد شيبة طبعا اصاب الرعب اكتر واكتر، وزي ما احنا شايفين في الصور كده معانا كان هيضرب الخادمه. وطبعا لما فيفي عبده لما لقت الحكايه هتقلب بجد، فصحت على طول اللي بزغروطه، قعدت تزغرط يعني. وطبعا الفنان اتفاجئ ان هو يعني الحكايه كلها كانت مقلب مش حقيقه خالص يعني. كل ما في الموضوع ان هو مقلب بس مش اكتر، وكان في كاميرات خفيه بتصور الموضوع ده. طبعا الضيف ما بيعرفش ان في كاميرات، وما بيعرفش ان في اي حاجه من دي خالص. هو بيتفاجئ فجاه يعني كده ان في كاميرات خفيه صورت المشهد اللي حصل ده. بصراحة كانت حلقة جميلة جدا. هنتظر رأيكم في الحلقة دي حبايبي، هل انتوا شفتوها او مشفتهاش؟ كانت حلقة بصراحة مثيرة للجدل. وكمان الفنان احمد شيبة اصيب في الحلقة دي في رجله، وكمان حصل انفجارات وحرائق وحاجات جامدة يعني. بصراحة كانت الحلقة حلوة قوي. اللي متفرجش عليها ياريت يبقى يشوفها، واللي شافها يقول لي ايه رأيه فيها في قسم التعليقات. مع السلامة.